صباح الخير يا بنات. فلوج النهاردة روتين الصباحي من الساعة 6 صباحا ل9 صباحا. أنا من الأشخاص اللي يومي كله بيعتمد على فترة الصباح Rise and Shine، عشان كده أنا بحب أصحى بدري، وقبل ما أنام الليلة اللي قبلها بكون كاتبة بكل مهام اليوم التالي، عشان أول ما أصحى من النوم بتبقى أفكاري مرتبة موجودة على ورقة وقلم، ببقى عارفة أنا هعمل إيه. طبعا أنا بحب أصحى بدري جدا، وأول 3 ساعات في اليوم هما اللي بيحددولي اليوم كله. تاني حاجة، لما بتصحي بدري بتحسي إن أنتي أنجزتي حاجات كتيرة جدا خلال اليوم، بتحسي بالإنجاز والنشاط، ولما بتحسي إن أنتي عملتي او خلصتي معظم التاسكات اللي انت عايزه تعمليها في بدايه اليوم، بتحسي ان بقيه اليوم بتبقي خفيفه، بتبقي مبسوطه وحاسه بالطاقه والحيويه ان انت انجزتي حاجات كتير في بدايه اليوم. دايما انا بحب ابدا بالحاجات اللي هي دايما بتشغل بالي اكتر في اول اليوم، عشان بقيه اليوم احس ان انا حره وان انا انجزت وعملت المهام الكبيره. انا من الاشخاص اللي بحب ارتب السرير وبحب الترتيب والنظافه، فاول ما بصحى من النوم اهم حاجه لازم اعملها ان ارتب السرير بتاعي وارجع كل حاجه مكانها. بحس كده ان دماغي او افكاري مترتبه، ودماغي بتبقى كده يعني حاسه بالبيس والسلام. طبعا فقره الحمام دي من الفقرات المهمه جدا، ومن الحاجات اللي اتعلمتها في مدرسه اليوجا غسيل اللسان. كلنا بنغسل اسناننا بس بننسى نغسل لساننا، لان طول ما احنا نايمين في طبقه بيضه بتتكون على لساننا، وهي دي عباره عن التوكسين السموم. فانا كنت جايبه التانج سكرابر دي، كنت شارياها اونلاين، تقدري تلاقيها اونلاين على امازون. مهم جدا يا بنات وانتوا بتغسلوا اسنانكم تفرشوا لسانكم، عشان طبقه القامه او التوكسين اللي بتبقى موجوده على اللسان تروح. طبعا غسيل الاسنان الصبح برضو مهم، عشان التوكسينز او البكتيريا اللي بتنمو على اللسان برضو تروح. ده مش كده برضو لقيته اول مره اجربه، المفروض ان هو بتدلكوا فروه الراس بيه، ويعني مساج كده للراس. بصراحه يعني انا جربته مره وما جربتوش تاني، لان حسيت ان هو قطع لي شعري، وفي اليوم ده شعري كتير وقع في الفرشه. الفرشه دي انا بحبها جدا، كنت جايباها من براون، فيها زي زرار كده بتتكوا عليه بيطلع ايونز بيمنع ان الشعر يبان متكهرب. طبعا فقرة الصباح لازم من ضمنها غسيل الوش. انا بستخدم غسول للحبوب، لان انا بشرتي بتعمل حبوب بسهولة جدا. وطبعا ما ننساش اهمية الجوا شاور. انا فرقت معايا كتير جدا يا بنات، لان طبعا كل ما بنكبر في السن او حاجة طبيعية ان بسبب الجاذبية كل حاجة بتنجذب تحت، فلما بتعملوا مساج لمشكوا بالكريستالة اللي هي الجواشة دي، يعني تختاروا النوع الكريستال اللي بيناسبكوا. انا بحب الكوارتز، الروز كوارتز والاماسيست جدا، فعجبني قوي الروز كوارتز، فجبت الجواشة. هي عبارة عن حجرة او كريستالة بتبقى على شكل قلب، وتقعدوا تعملوا لوشكوا مساج عكس اتجاه الجاذبيه. وكنت عملت لكم فيديو قبل كده عن استخدام الجواشة، يعني ايه افضل طريقه لاستخدامها. هسيب لكم الفيديو، لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. وطبعا انا كزي اي بنت بسبب السفر وتغيير الجو بيطلع لي حبوب كتير، فدايما بحط كريمات خاصه بالحبوب. وطبعا يا بنات فقره تدليك او تمشيط الجسم بالدراي براشنج، ان انا بمشط جسمي وهو جاف. فانا في السفر ما عنديش الفرشه اللي هي بتاعه الدراي براشنج، فبستخدم اللي هي الليفه المغربي. ودايما استخدموا يعني لما تمشطوا جسمكم يبقى من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه، والبطن برضو بتبقى مع اتجاه الساعه وعكس اتجاه عقارب الساعه. وطبعا الرجلين والايدين من تحت لفوق زي ما قلنا عكس اتجاه الجاذبيه. انا من النوع اللي ببقى زي السحلفه كده الصبح شويه، فممكن اخد ساعه عادي في توضيب نفسي. كمان التصوير بياخد شويه وقت اكتر من المعتاد. الساعه بقت 7، ودلوقتي وقت سماع الافرميشن وبعمل مديتيشن، وساعات بعمل الفا مديتيشن، بس الالفا المديتيشن دايما بعملها اول ما بصحى من النوم. بس دلوقتي خلاص انا صحيت وبدأت اتحرك، فبسمع affirmation، morning affirmation، يعني game changer يا بنات، محتاجين تسمعوها. المورنينج افرميشن دي كل يوم الصبح بتعزز ثقتكم بنفسكم وبتحسوا ان كل حاجه تقدروا تحققوها. طبعا انا الصبح بحب اشرب حاجه دافيه، وده دايما يفضل عشان يعمل إليمينيشن للتوكسين من الجهاز الهضمي، يخلص جسمك من التوكسين. طبعا انا سمعت فوائد كتير جدا، يعني بصوا عن الكركم، والكركم انا بجيبه وببشره، ولازم الكركم عشان يتم امتصاصه في الجسم تحطوا معاه شويه فلفل ابيض او اسمر اللي تفضلوه. وانا كمان بحب الليمون قوي، فبحط عصره ليمون مع ميه دافيه. ركزوا، ميه دافيه مش ميه سخنه، عشان الليمون بيفقد خواصه او قيمته الغذائيه لما بيتحط في ميه سخنه قوي، فميه دافيه حلوه للجسم مع الكركم ورشه فلفل اسود. فالميكس ده مش بيخلص جسمك من السموم وبس، لا ده بينشط الجهاز الهضمي الصبح، فبالتالي بيزود معدل الحرق عندك فتخسري دهون. وده وقت تحضير السموزي بول بتاعتي. حابه اقول لكم الانجريدينت، انا كنت وريتكم قبل كده وعملت لكم فيديو عن السموزي بول بتاعتي، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، بس انا هنا في الفيديو حابه اوريكم المكونات اللي بستخدمها. طبعا بستخدم كاكاو، هنا 70% ده اللي لقيته، وطبعا الاساس الشيا سيدز، مهمه جدا يا بنات تستخدموها يوميا معلقه صغيره. وده كاكاو نبس، طبعا مهم جدا، غني بمضادات الاكسده. واجافي ده بديل السكر لو بتحبوا حاجات مسكره الصبح. طبعا الجرانولا نوعين، انا بستخدم نوعين، باخد معلقه من كل نوع، معلقه صغيره جدا، لان الجرانولا نسبه السكر فيها عاليه او مش مستحبه او تاخدوها بكميه كبيره. الجوجي بيري برضو من الحاجات المهمه جدا للجسم، ودايما بدخله في السموزي بول. طبعا دول حبايبي الماتشا والاسبريولينا، طبعا انا قهوتي الصباحيه استبدلتها بالماتشا، والاسبريولينا باخد معلقه كده مع الشيا، بعملهم بهدي بعض وبحطهم على السموزي بول. لكن انا اول ما بصحى الصبح مش بشرب قهوه، بطلت العاده دي، فبقيت بشرب ماتشا لاتيه بس بالالموند ميلك، ما بحبش الديري ميلك لان طبعا بشرتي حساسه للبن فبيعمل لي حبوب، فاستبدلته بالالموند ميلك. تاني حاجه الالموند ميلك نسبه الكالوريز بتاعته قليله جدا، خاصه النوع اللي انا بجيبه ده كان تقريبا 20 كالوري للمية ملي. طبعا الإيروتشينو دي يا جماعة اختراع مهم جدا في حياتي، أنا طول ما أنا مسافرة باخدها معايا في كل حتة. إيه هي الإيروتشينو دي؟ يعني ملي الناس بتستخدمها أو بتتجاب أصلا علشان تخلي الملك فومي، شبه الفوم كده، خاصة للناس اللي ما بتحبش اللبن يبقى تقيل شوية في الكوفي أو بيحبوه يكون فلافي، فهي بتخفق اللبن جامد جدا فبيبقى شبه الفوم، شبه الرغاوي. فانا بستخدمها عشان الماتشا بتحتاج ان انتوا تعملوا لها يعني تطحنوها، او ان انتوا ويسكينج جامد جدا مع اللبن، فانا مش يعني بسكيب الخطوه دي، فبحطها في الايروتشينو على طول، وهي بتعمل ميكس كويس جدا مع الالموند ميلك بتاعتي. طبعا الصبح انا بحب اروق كده كل حاجه، انا ببقى غاسله الاطباق قبل ما انام، بس بحطها في الحوض عشان تنشف، والحوض اللي انا عندي ده كبير جدا. وطبعا دلوقتي برجع كل حاجه مكانها، لان زي ما قلت لكم يعني كلير سبيس كلير مايند، طول ما الدنيا حواليكم مترتبه تحسوا ان انتوا عقلكم قادر يركز. الماتشا خلصت. وميزه الايروتشينو دي كمان يا جماعه لو حابين تطلبوها هتلاقوها على امازون، بس جيبوا دايما النوع اللي بيبقى فيها كذا درجه، لا اما بتعمل سخن او بارد، وكمان لو سخن بتحدد كميه الفوم، لو انتوا عايزينها فومي قوي او نص نص. ده وقت ان انا ااكل الكلبه جونو، كلبه عسوله جدا وبحب اغير لها الميه الصبح، وباكلها هي الاول، بعد كده برجع للروتين بتاعي. طبعا يا جماعه احنا بنسافر، فهي دي مش كلبتنا، هي دي كلبه صاحبتنا او اصحابنا، احنا بناخد بالنا منها ونحب كده ندلعها. وكمان يا جماعه في السفر انا بحب اتواجد في بيوت، ما بحبش اقعد في اوتيلات، عشان يبقى في مطبخ واحس كده، لان انا طبعا فول تايم ترافلر، فحته ان انا اقعد من اوتيل لاوتيل مش هحس ان انا مرتاحة. لكن لما انا بسافر بحب اقعد في بيوت، فلما بقعد في بيوت مش بحس بالارهاق والتعب بتاع السفر، لان يعني بحاول اقلل التعب والقلق بتاع السفر، لان طبعا ان انتي تبقي فول تايم ترافلر دي حاجة حلوة جدا بس مرهقة في نفس الوقت. فبحب اقعد في بيوت عشان احس كده ان انا يعني قاعدة في مكاني مرتاحة اكتر. ففترة الصبح كده بحب اجيب الكتاب بتاعي، وكمان البيوت اللي احنا بنقعد فيها بيبقى فيها كتب وبيبقى فيها حاجات كتيرة اقدر استخدمها، فمش مضطرية ان انا اشتري او اشيل كتب معايا، لان طبعا معايا شنطة واحدة فما ينفعش اجيب كل حاجة معايا. فلقيت الكتاب ده في البيت اللي انا ساكنة فيه او اللي انا قاعدة فيه في الفترة دي، كنت قاعدة اسبوعين. لقيت كتاب حلو كده عن اليوجا، قعدت اقراه واشرب الماتشا لاتيه بتاعتي. جونو طبعا كانت بتتشاقى وتجيب لي صخور او ستونز تحطها تحت رجلي عشان العب معاها، هي بتحب جدا لعبة ان انتوا ترموا لها حاجة وهي تروح تجيبها وتجيبها تاني، يعني ما بتسكتش. طبعا انتوا عارفيني يا جماعة، فترة الصباح يعني فترة الجورنالينج، بحب اقعد اكتب افكاري، كل حاجة حاسة بيها، مشاعري، بفضفض مع نفسي. يعني انا الجورنالينج ده بالنسبة لي هو الدكتور النفساني بتاعي، بحب اكتب كل حاجة بحس بيها، كل حاجة خطرت على بالي. اتمنى ان انتوا كمان تكتبوا او تبدأوا تعملوا جورنالينج، جيبوا كشكول خاص لكتابة كل افكاركم. بجد فضفضة يا جماعة مع النفس، وبتحسي ان انتي بتحبي نفسك اكتر وبتتصالحي مع نفسك اكتر. فجيبوا كشكول واكتبوا كل افكاركم ومشاعركم واحاسيسكم في الكشكول ده، وخلوه دايما جنب السرير او جنب على المكتب بتاعكم. ممكن تقدروا تعملوا جورنالينج الصبح او حتى بالليل قبل ما تناموا، ده وقت التمشية وسط الطبيعة. بحب اتمشى كده الصبح، احرك جسمي. هنا اللافندر ده كان ريحته يعني قوية جدا، يعني يا ريت الشاشة توصل لكم الريحة. انا بصحى الصبح على كمية روايح جميلة جدا جدا من الاشجار اللي حواليا. طبعا التواجد وسط الطبيعة ده حاجة يعني يعتبر علاج نفسي وهيلينج ناتشرال، فيعني علاج طبيعي، وبيساعد ان انتي تبقي انسانة متفائلة اكتر، وبيزود البرودكتيفيتي اكتر. كمان ان هو بيعزز من ال يعني الحواس الادراكية بتاعتك، وبيقوي الذاكرة، وبي يعني منافع كتيرة جدا. يعني طبعا انتوا لما بتحسوا متضايقين شوية بتروحوا تقفوا قدام البحر تشكيله. انا بحب كده اتمشى وسط الاشجار واحضن الاشجار عادي يا جماعه، وعلمت جوزي كمان ان هو ساعات لما بيشوف شجره وبيحبها بيروح يحضنها عادي. هنا انا بوريكم السبايدر ويب. طبعا التامل في الطبيعه دي حاجه جميله جدا، فعايزاكم انتوا كمان يعني على الاقل كل يوم لو 10-15 دقيقة روحوا اقرب مكان جنب بيتكم فيه خضار وطبيعه او بحر او اي منظر طبيعي، بجد هيفرق معاكوا جدا في حالتكم النفسية. تاني حاجة ان انتي تقدري تعملي او تقضي وقت بنفسك لوحدك، ده بيعزز حبك لنفسك ويخليكي تحسي ان انتي مش محتاجة حد عشان تبقي سعيدة. انتي ممكن تتمشي شوية وسط الطبيعة وتحسي ان انتي عندك كل حاجة، انتي مش محتاجة حاجة من حد او مش مستنية حد عشان تقدري تستمتعي بوقتك. عملت لكم فيديو قبل كده ان ازاي تقدروا تستمتعوا بوقتكم لوحدكم، هحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. طبعا ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم يوميات صحيه وتبس عن لايف ستايل حياه صحيه. ودلوقتي بفكركم ان انتوا تقوموا تشربوا كوبايتين ميه على الاقل، لان جسمنا عباره عن ميه، من 50-60% من جسمنا عباره عن ميه، فمحتاجين نشرب ميه ونذكر نفسنا على طول. تحطوا ازازه كبيره كده جنبكم وتحسبوا انتوا بتشربوا قد ايه ميه كل يوم. هنا الميه مش قد كده، فبنشرب ميه مفلتره، فده زي شفشق وجواه فلتر بيفلتر الميه. فانا الصبح طبعا بعد 8 ساعات نوم محتاجين نشرب ميه كتير اول ما نصحى من النوم. هنا انا بحضر الشيا، بعمل لها سوكينج في ميه، تقدري تحطيها في زبادي او في لبن، بس انا بحب يعني احطها في ميه، لان زي ما قلت لكم انا مش بحب اللبن قد كده عشان تنفش. فطبعا هو يفضل ان انتوا تعملوا البودنج ده قبل ما تاكلوه بربع ساعه على الاقل عشان يكون جاهز للاكل. طبعا ببتدي اجهز عشان اعمل الساعه اليوجا بتاعتي كل يوم على الاقل، على الاقل خالص ساعه يوجا كل يوم، وبحب ابقى في المود فبلبس لبس اليوجا حتى لو انا مع نفسي. بعد كده ببدا اعمل استومك فاكيوم، ده بيساعد جدا ان الجهاز الهضمي يتخلص من كل السموم، كمان بيساعد على انقاذ المحيط الوسط، يعني بيقلل الدهون المتراكمه حوالين منطقه البطن. وبنصح بيه جدا يا بنات ان انتوا كل يوم على الاقل من دقيقه او دقيقتين او 3 دقايق تعملوا ستومك فاكيوم عشان ينشط الجهاز الهضمي ويخلصكم من التوكسين، وكمان بيعتبر كأنه مساج للاعضاء الداخلية الموجودة بجسمنا، فحلو جدا ان انتي تعملي مساج داخلي للاعضاء الداخلية. كمان بيقلل محيط الوسط، يعني الوسط بيكش بيقل لانه بيساعد ان انتي تتخلصي من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. ده وقت اليوجا، بحط اليوجا طبعا 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 لازم ابتدي بالمديتيشن وتمارين التنفس، فالتنفس برضو من الحاجات اللي بتساعد على انقاص الدهون في منطقة البطن، لان يعني مع حركة البطن خاصة التنفس البطني، كنت اتكلمتكم او عملتلكم ريل عن اهمية التنفس البطني، هحطلكم اللينك بتاع الريل في صندوق الوصف تقدروا تتعرفوا اكتر ايه هو التنفس البطني. اما هنا انا بعمل تنفس اسمه نادي شودنا، ده alternative بريسنج، يعني بتنفس من كل فتحة انف لوحدها براوند كده معينة. دايما بعلمه للبنات اللي بياخدوا كورسات او سيشنز يوجا معايا اونلاين، وبجد يا جماعة من الحاجات المهمة جدا ان انتوا محتاجين تتعلموا تتنفسوا بشكل صح، يعني احنا عايشين على التنفس، فمهم جدا ان انتي توصلي كل خلية في جسمك كمية الاكسجين الكافية وزيادة، لان احنا مع انشغالنا والديستراكشن اللي بيحصل حوالينا احنا تقريبا بنستخدم ربع الرئة في التنفس. لكن انا بحب اعمل تمارين التنفس العميقة دي واعلم الطلاب او الستودنت بتاعتي في اليوجا ازاي يتنفسوا بشكل صح، سواء تنفس صدري او تنفس بطني، وايه انواع التنفس او التكنيكس بتاعت التنفس، لان في كذا تكنيك. التكنيك اللي انا بستخدمه هنا في الفيديو ده بعمل لوكينج للانرجي التشانلز الموجودة بالجسم، احنا عندنا كذا انرجي تشانل موجودة بالجسم، فساعات بنعمل حاجة مولا باندا بنستخدمها في التنفس. طبعا اليوجا محتاجة في الاول ان انا اعمل وورمينج اب صح لجسمي، فالسباينال تويست دي خطيرة يا جماعة، مهمة جدا لان يعني بتصحصح الجسم كده بشكل جميل. وهنا بعمل ثريد ذا نيدل حلوة جدا للعمود الفقري، وكمان ايه الشولدر او الدراعين. فطبعا اليوجا ميزتها ان انتوا بتشتغلوا على الجنبين ايكوال. وهنا بعمل الكوبرا بوز، دي حلوة جدا كأن تعتبر كأنها باك بند. طبعا بصفة عامة اليوجا يا جماعة من الحاجات المهمة جدا ان انتوا تعملوها الصبح حتى لو 10 دقايق، هتفرق معاكم جدا، هتحسن مودكم، هتصحصح جسمكم بشكل طبيعي. احنا بنبقى نايمين على السرير متكتفين، فحلو جدا ان احنا نصحى الصبح نعمل استرتشات ونزود الموبيليتي بتاعت الجسم ونزود الفلكسبيليتي بتاعت الجسم، لان اليوجا هي اللي هتخليكي في الشكل اليوس الشباب حتى كل ما تكبري في السن، هتساعدك ان انتي تكبري في السن بس هيكون اللياقة بتاعتك حلوة، هتقدري تمشي، تقدري تتحركي بشكل طبيعي، مش هتضطري ان انتي تمسكي عكاز او ان انتي تتسندي على حد او ان انتي تبقي مكسلة تخرجي عشان انتي مش قادرة او عندك خشونة في المفاصل او ألخ دايما عندنا مرتبطين ان احنا لما بنكبر في السن، كبر في السن خلاص هو مش قادر يمشي. لا، اليوجا ميزتها ان طبعا محتاجين نمارسها ونلتزم بيها كل يوم، مش هتاخد من وقتنا، احنا بنبني عادات صحية تعيش معانا مدى العمر كله، عشان لما نكبر ونعجز في السن نكبر ونعجز واحنا لسه يعني بشكل لائق فرحانين بنفسنا، نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي حتى لو احنا عندنا 50 و60 و70 و80 و90 سنة كمان. خلصت اليوجا ببدأ اخد الشاور بتاعي واغير ملابس تحطيني في مود الشغل، دي كل الملابس اللي عندي في السفر، فبغير وبحط نفسي في المود بقى الشغل كده، وبحط شوية ميك اب خفيف كده عشان احس ان انا، لان انا بشتغل من البيت، فبحط شوية ميك اب خفيف عشان احس كده ان انا يعني كأني رايحة الشغل، فبحط نفسي في المود. ماسكرة خفيفة وبلاشر خفيف، وكمان بحط زبدة كاكاو، دايما بحب ارطب شفايفي لان انا شفايفي بتجف بسرعة جدا، فبستخدم زبدة الشيا بحبها جدا، وعندي كمان زبدة شيا خام بحطها قبل ما انام على شفايفي وعلى عينيا وعلى حواجبي وعلى ضوافري، بحس كده بترطيب بيقعد فترة طويلة. وطبعا انا بحب البرفيوم جدا لانه كده يعني بيصحصح الحواس عندي، فدايما يركزوا على الحواس برضو ان انتوا تدلعوها وتغيروا الريحة حواليكم. فيديو النهاردة هو روتيني الصباحي من 6 ل9، والعادات الصباحية اللي انا بعملها الصبح دي هي اللي بتزود البرودكتيفيتي عندي، بتخليني احس ان انا انسانة نشيطة ومنتجة، فببدأ شغلي من بعد الساعة 9، فبحس ان انا انجزت حاجات كتيرة في اول 3 ساعات من اليوم. الحاجات دي بتبقى خاصة بيا، بتزود من روحانياتي وبتزود من نشاطي وبتزود من نشاطي العقلي، فببقى مستعدة لليوم ان انا اشتغل وبقوة او بنشاط عالي. فأتمنى ان يكون فيديو النهاردة فاتكم استفدتوا، او حتى اتعلمتوا شوية معلومات صغيرة، او اديت لكم شوية انسبيريشن لحياة صحية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتعملوا لي فولو وتتابعوا يوميات الصحية على الانستجرام، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، واشوفكم بفيديو جديد.